بمناسبة عيد الفطر الصحيح تقيم منظمة فسحة أمل كرنفال جواز في ريف حلب الشمالي. هذا الكرنفال يستهدف تجمعات الأطفال في عدة قرى ومناطق، منها مارع والآن في دابق وصوران وحتملات وتليلين، احتفالا بعيد الفطر السعيد. يتخلى الكرنفال عدة عروض ترفيهية وعروض للمهرجين ورسم على وجوه الأطفال وتوزيع الهدايا والضيافة على أطفالنا ابتهاجا فيها عيد فطر سعيد، وكل عام وأنتم بخير. I'm